أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في السعودية. نهار اليوم سالت أجواء مستقرة في أغلب مناطق المملكة باستثناء منطقة حائل، حيث انتشرت كمية من الغيوم المتوسطة في الارتفاع عملت على هبوط زخات رعدية من الأمطار. خلال الساعات القادمة تندفع نحو شمال المملكة كتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأة مع انخفاض حاد وكبير على درجات الحرارة. توقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة يسود الطقس مستقر وصافي 17 درجة مئوية، الملموسة 16، الرطوبة منخفضة والرياح تكون شمالية لشمالية غربية معتدلة السرعة. تفاصيل حال الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غدا دون المنطقة الشمالية، انخفاضات كبيرة على درجات الحرارة، نشاط كبير في سرعة الرياح تعمل على الحدود، موجات غبارية وتدني في الرؤية الأفقية. أسكاك 17-7، عرار 18-6، وتبوك 14-6 مع أتربة مثارة. بالنسبة للمنطقة الغربية تتأثر بأحوال جوية غير مستقرة، مدينة جدة فرصة زخات من الأمطار 24-18، مدينة منورة رياح نشطة وأتربة مثارة 22-9، نفس الأجواء في مكة المكرمة مع 24-16، والطائف فرصة زخات من الأمطار 22-13 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة زخات رعدية من المطر 19-12، أبا 24-14، وجازان 28-26 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 29-18، حفر الباطن رياح نشطة وأتربة مثارة 32-13، والإحساء طقس صافي 31-19 درجة مئوية. المنطقة الوسطى الرياض رياح نشطة وأتربة مثارة 32-20، نفس الأجواء في بريدة مع 30-12، ونفس الأجواء في حائل 22-5 درجات مئوية. إذا من نهشتنا للقاء.